ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نكمل مع بعض احداث مسلسل لعبة حب بناء على طلبكم. تعالوا نشوف تفاصيل الحلقة. ملان سما بتكون متغاظة جدا من المساعدة الجديدة بتاعت مالك. بتبدأ تكلمها عن مالك وقد ايه هو انسان محترم وانسان كويس وخلوق وشيك، وتقعد تتكلم وتعدد في محاسنه، لكن بتفتكر بعد كده ان هي بتتكلم مع المساعدة بتاعت مالك، علشان كده بتغير كلامها على طول. ولما بتطلب البنت انها تعرف معلومات عن الفطار، ادت لها معلومات غلط تماما، وادت لها حاجات مالك اصلا مش بيحبها، وده علشان خاطر يكرهها ويطردها. وطبعا سما بتكون غيرانه جدا، والبنت بتكتب وراها المعلومات، والمعلومات دي كلها اصلا غلط. بينما داني بعد كده بيروح علشان خاطر يعتذر لمالك على كل حاجه، وقال انا جبت سما كعارضه علشان خاطر قلت ممكن تنفع، لاني جبت لك اكتر من عارضه وللاسف ما كنتش يعني مبسوط بيهم خالص. بعد كده بنلاقي ان فريده بتروح علشان خاطر تقابل يعني جدة سما. بعد كده فريدة تطلب منها انها تمشي يعني عشان تسيبهم يتكلموا مع بعض لوحدهم، وبالفعل قعدت تتكلم معاها وتقول لها انك انت عرفتي تربي، وان يعني سما انسانة كويسة جدا وخلوقة واخلاقها عالية. قالت لها ايوه انا تعبت فيها جدا وفي تربيتها هي واخوها بعد ابوهم وامهم سابوهم ومشوا، يعني انا اللي تعبت في تربيتهم. طلبت فريدة ان يعني سما تقوم علشان تتكلم في موضوع مهم مع جدتها. فريدة اتكلمت مع جدة سما وقالت لها ان عمها اللي هو ابو جوزها يعني عايز يقابل سما ويتعرف على العيلة، وانه احنا حكينا له كتير جدا عنها من ساعة ما دخلت الشركة. وطبعا قالت ان هي مش عارفة يعني اللي انتوا عايزينه اعملوه، لان ما بفهمش في المواضيع دي. بينما بعد كده بنلاقي ان المساعدة الجديدة بتوصل على البيت الصبح عند مالك علشان تعمل له الفطار، وساعتها طبعا بنلاقي ان بيتكلم شكري كده بتكبر جدا، بيقول لها طب استني لما اشوف لك المفتاح. قالت له ان المفتاح اصلا اخذته من سما، وبتكون يعني متكبره شويه وتدخل عشان تحضر الفطار. بتعمل طبعا الاكل اللي طلبته سما منها، وطبعا الاكل ده كله مش صحيح، وطبعا سما عايزه تورطها اصلا. سما بتيجي بسرعه زي المجنونه وبتقول لعم شكري المساعده الجديده جات. قال لها ايوه جوه من بدري. قالت انا عملت حاجه وحشه جدا، انا شيطانه، انا فعلا مش عارفه مالي، انا فعلا كنت هودي البنت في داهيه. دخلت تجري بسرعه وكلمت البنت وقالت لها ان هي جايه عشان خاطر تساعدها في تحضير الفطور. قالت لها ما انا خلاص حضرت كل حاجه، بص فاضل حاجات بسيطه هروح اعملها. قالت لها لا لا غلط، ان انت عملتي ده غلط، بصي بصي انت خرجي الجنينه بره وانا هظبط كل حاجه. وطبعا سما كانت عارفه اصلا ان كل الاكل ده مش بيحبه مالك، علشان كده صعب عليها جدا وجت تجري علشان خاطر تعمله الفطار بنفسها. مالك بيوصل وبيتكلم مع شكري وبيقول له شكري ان المساعده الجديده جوه. قال ان هو يعني اشتاق جدا لسما. مالك قال لشكري فعلا ان هو بيكون مبسوط لما بيشوف سما وحركاتها الظريفه وحكياتها كمان يعني الجميله وخفيتها، وبيحب يعني ان هو يشوفها الصبح دايما. لما دخل لقى ان سما هي اللي بتحضر الفطار، فطبعا يعني كان مستغرب جدا ان هي اللي بتحضر الفطار بنفسها. بعد كده قال صباح الخير. قالت له صباح النور. جت بعد كده المساعده وقالت ان هي اللي كانت بتحضر الفطار وعملت الاكل اللي بيحبه مالك، وقالت له عملت لك كذا وكذا زي ما سما قالت لي. ساعتها مالك ضحك كده وقال في واضح ان في واحده محتاله موجوده وسطينا. وطبعا عارف ان سما هي اللي بوظت الدنيا وخلت المساعده تعمل اكلات مش بيحبها مالك علشان خاطر يعني تطفشها وتخلي مالك متضايق منها. سما بتستأذن علشان تروح على الشغل وبتسيب المساعده تكمل الفطار. اما بالنسبه لسيرين فبتركب العربيه مع عبده وبتحاول ان هي تفتح مجال للكلام معاه، وقال لها انت عايزه تتكلمي معايا يعني؟ قالت له لا عادي مفيش اي حاجه يعني خلاص انسى. كانت متغاظة منه جدا عشان بيعملها دايما ببرود. بينما رامي بيوصل على المكتب وبيقول لسما ان هو عايز يروح كام يوم عند مامته، هياخد اجازة يعني. قالت له طيب ممكن ان انا اقول لك اي معلومات او حاجة؟ قال لها تمام مفيش اي مشكلة، عايز طبعا اسمع صوتك. طبعا رامي اصلا بيحبها وهي مش عارفة. سيرين بتوصل على المكتب وبتتكلم مع ناسي في خطتها الجديدة. في البداية بتسأل عن رامي وبتقولها نانسي ان هو اخد اجازة، عشان كده حاولت ان هي تستفرد بسما علشان تطردها بره الشركه. وقالت لنانسي ان هي هتعمل خطه على سما، هي كانت مديالها شغل والمفروض ان هي ما عملتش الشغل ده فهتروح تهزقها. مش بس كده، من الواضح كمان ان سما مش شخصيه بارده، شخصيه عصبيه جدا وبتتنرفز بسرعه، وده اللي هتعمله سيرين. هتحاول ان هي تنرفز سما علشان خاطر تشتمها او تهزقها. ومالك طبعا مش هيسكت لما يشوف ان سيرين بتتهزق، ده طبعا كان فكرها يعني.
بس قالت لها تمام. سما بتلوم على نفسها وبتقول يا ريتني كنت مشيت على طول وما كانش شافني وانا بعمل له الفطار. بيجي بعد كده ملك وبيبص لها وبيدخل على المكتب، بيروح زيته وبيتكلم مع جدته وبيقول لها لازم نروح النهارده بالليل علشان خاطر نخطب لين. قالت له ما تبقاش مقلق كده، اهدى شويه واسكت، انت اصلا لو اندلقت عليهم امها مش هتسكت وهتطلب منك طلبات كتير، اهدى شويه. قال لها فكر كده يعني، خلاص تمام. بينما المساعده بتاعت مالك مش فاهمه حاجه على الكمبيوتر وبتروح سما علشان توريها تعمل ايه، لكن كل شويه كانت بتبص لمالك. سيرين بتروح علشان تتكلم مع سما وبتطرد المساعده الجديده. المساعده الجديده قالت لها بتكلميني انا؟ سما قالت لها ايوه، اصلا مش بتحترم حد، معلش سيبينا شويه. سيرين قالت لها فين الشغل اللي طلبته منك؟ من الواضح انك انت اصلا مش شايفه شغل في الشركه، انت مساعده على ايه بالظبط وبقبضوك فلوس ليه؟ قالت لها انا لو شايفه شغلي؟ قالت لها ايوه انت طبعا، انت مش شايفه شغلك كويس، انا ما شفتش ابدا واحده زيك كده، معلمكيش اصلا ازاي تشتغلي؟ كفايه عليك الطبيخ في البيت، ماما بتعلمك الطبيخ ولا انت اصلا مش متعلمه حاجه خالص؟ انا انصحك تسيبي الشغلانه دي لينا. قالت لها ليكو؟ قالت ايوه طبعا لينا، احنا سيدات الاعمال، لكن انت مكانك في المطبخ، روحي لامك تعلمك حاجه تنفعك. وطبعا استفزتها كتير، خاصه ان هي جابت سيره باباها ومامتها، واتهمت كمان باباها ومامتها ان هما ما يعرفوش يربوها كويس. سيرين فضلت تستفز فيها علشان خاطر تعمل اي حاجه معاها، بحيث تقول لمالك اهي نفذت عليا عشان طلبت منها شغل. وبالتالي لما سيرين بدأت تتمادى في تهزيق سما، سما هزقتها وكانت هتضربها وكمان دلقت عليها المية. ملك لما شاف الوضع طلع يجري وسلك بينهم، وسما كانت متغاظة كتير وقال لسيرين اخرجي. سما طلعت تجري وهي متغاظة، وكان ملك وراها بيحاول يهديها وبيقولها اهدي، هي قالت لك ايه كل ده؟ ما كانتش عايزة تحكي، لكن قال لها احكي انا معاكي. قالت ان هي اتكلمت عن باباها ومامتها وان هما ما عرفوش يربوها وان مكاني في المطبخ، وكلام كتير جدا مستفز. انا وبابا وماما فعلا ما ربونيش، لانهم اصلا مشوا واحنا صغيرين، سابوني انا وزيد بتيتا وهي اللي ربتنا. وسيرين جابت سيره اهلي، وانا طول عمري بسمع عن العيله وان هي يعني العيله دي حاجه مهمه جدا في حياه الانسان، لكن للاسف انا ما اعرفش حد غير زيد وغير ستي. قال لها دول عيلتك الحقيقيه ودول فعلا اللي اكيد بيحبوكي بجد، انسي كلام سيرين، اهدي شويه، حاولي هديها. ومسك ايديها وحاول ان هو يعني يكون معاها. بينما سيرين كانت مبسوطه جدا ان هي قدرت ان هي تستفز سما بالسهوله دي، وكمان قالت ان مالك اكيد هيطردها لانه مش هيستحمل ابدا ان سما تتعامل معاها بالشكل ده. هاني بيروح وبيتكلم مع سلطان، بيقول ان هو طبعا يعني هو اصلا كان معجب بنانسي، وكان سلطان قال له على اكتر من حاجه يعملها علشان خاطر يكسب قلبها، فبيقول مفيش فايدة برضو مش حاسة بيا. علشان كده سلطان قال ان انا هظبط رحلة حلوة كده اخر الاسبوع، نروح كلنا كل اللي في الشركة يعني، هكلم واحد صاحبه عنده اوتيل وظبط الدنيا. قال له فعلا؟ قال له تمام. وكمان منها هتقرب منها اكتر اكتر يعني خارج الشغل. بينما بعد كده سيرين كانت موجودة في مكتبها، كانت فاكرة ان مالك هيطرد سما، لكن حصل العكس، مالك جه هزقها وقال لها ان اللي هي عملته ده كان صعب جدا، وقال لها كمان ان هو بيطردها وانها تاخد كل متعلقاتها والتعويضات بتاعتها وتمشي حالا من الشركة. سيرين طبعا كانت مصدومة، كانت فاكرة هيحصل العكس، ما قدرتش تتكلم معاه وهو بيطردها وبيهزقها وبيقول لها ان هي لازم تاخد كل متعلقاتها وكل حاجتها وتمشي. سلطان وهاني بيتكلموا مع مالك بخصوص الرحلة، وافق على طول، وبيبعتوا بعد كده رسائل علشان خاطر يقولوا للناس يعني الموظفين اللي في رحلة، وسما بتوصلها الرسالة وبتقول رحلة ايدي كمان. سيرين متغاظة جدا وبتروح تركب العربية مع عبده، بتكون بتبكي وبتقول ان هما قلعوها من الشغل طردوها. عبده بيوديها مكان وبيقولها صرخي براحتك هنا محدش هيسمعك، خدي راحتك خالص انا بعمل كده اصلا. بتصرخ وبتقول لي كده عملت فيا يا مالك، كانت ضعيفة جدا. بيروح بعد كده عبده بيقرب منها، بعدته عنها وقالت له انت بتعمل ايه؟ يلا وصلني على البيت دلوقتي حالا. بيوصلها على البيت وهي منهارة ومطرودة من الشغل. مالك كان موجود في البيت، وبعد كده بيلاقي سلطان بيخبط عليه وبيقوله كمان ان هو هربان من فريدة وان فريدة بتدور عليه، وقال له قول لها ان انا موجود عندك من بدري، احنا قاعدين نتكلم يعني، وروح اعملي قهوة بس بص ما تملاش على الاخر يعني، هات نص كوباية علشان خاطر كأني يعني موجود من بدري. قال له تمام خلاص فهمت، تقدر تقعد في الجنينة هعمل القهوة واجي. قال له تمام.
فريدة وصلت بالفعل وشافتهم قاعدين، وطبعا سلطان قال ان هو هنا من بدري وبيتكلم مع مالك من زمان يعني. قعدوا بعد كده يتكلموا عن قصة حبهم وازاي اتعرفوا على بعض، وسلطان قاعد يحكي فريدة ويقول فيها شعر، وفريدة طبعا كانت مبسوطة كتير. هو اصلا يعني كان في مكان وكان خايف منها، شكله كده كان مع واحدة. فريدة بتنصح مالك ان هو يتحرك شوية وبطل تصرفاته دي، علشان كده ركب العربية فعلا ومشي. هنشوف دلوقتي هيروح فين. اما زيد بيروح يتكلم مع لين وبيقول انه وقفت القهوة علشان خاطرها. قاعدين بيتكلموا مع بعض، وبعد كده بتروح سما وتقعد معاهم وبيفصفصوا بذر سوا وبيتسلوا، وبيروح زيد علشان يجيب يعني بذر تاني اللي هو اللب يعني، وقاعدين مع بعض بيتكلموا وبيتصوروا مبسوطين، وبيجي عبده وبيقعد معاهم، وبدأ ان هو يتصالح مع زيد، وكمان قال له ان خلاص القهوة بقت ليك. بينما بيوصل مالك على البيت بتاع جدة سما وبيسأل عن سما، وطبعا الجدة بتكون مبهورة لما شافته، بتشوف حد نظيف يعني كده قدامها. سأل عن سما وقالت ان هي مش موجودة وان هي في الحارة التانية قاعدة مع اصحابها ومع اخوها، فراح على طول علشان يشوفها. يا ترى مالك هيكون عايز سما في ايه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي، واتمنى الفيديو يكون يعني اعجبكم. عشان ما اطولش عليكم نكمل في فيديو تاني، ممكن شوية تفاصيل ما يجيبوهاش، رقم الحلقة لو اختلف ان شاء الله بنرجع نعدل فيه. أشوفكوا على خير، واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها. باي باي.